السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أخباركم إيه؟ هنكمل النهاردة مراجعات الشباتر للجزء العملي، والنهاردة هنتكلم على الاسترا بيزنس. طيب، هو مبدئيا بس الأول صور الاسترا بيزنس من الصور السهلة والحاجات اللذيذة في الشغل اللي ممكن أو في العمل يعني اللي ممكن نجمع فيها درجات كويسة. أسئلتها معروفة ومفيش فيها أي مشكلة. نيجي نشوف في أول صورة معانا، نشوف الطفل ده. أهم حاجة إحنا زي ما إحنا عارفين في الاسترابيزم إحنا بنبص على اللايت ريفلكس نازل فين في العين، يعني هنا نازل في نص العين بالظبط، هنا تلاقيه نازل على البوردر بتاع البيوبل والعين داخلة لجوه، فنقدر نقول إن ده إيه؟ ميزو تروب في أنهي عين؟ في الليفت أي. مهم أوي برضو زي ما قلنا قبل كده إن في العمل لازم تقول رايت وليفت، ولو في حاجة أبر ولور لازم تذكرها. فالدايجنوزس ليفت إيزو تروب. شوف الصورة دي قريبة أوي من الصورة اللي فاتت صح؟ تقريبا برضو هنا العين داخلة لجوه أهي تمام، بس نيجي نبص كده على اللايت ريفليكس أخباره إيه؟ هنا نازل في نص العين بالظبط سنترلايز، وهنا برضو يعتبر سنترلايز، بمعنى كده إيه؟ ان ده ايه سولو ترابيزموس، عشان الانتر بيوبيلاري ديستانس واسعه شويه، فعشان كده بيبان ان هو سولو ايزوتروب. يبقى مهم قوي انك تفرق ما بين الصوره دي، هنا اللايت فليكس نازل على البوردر بتاع البيوبل او قريب خالص من الايرس هنا اهو، يبقى ده ايزوتروبيا، انما هنا سنترلايز لايت فليكس. حتى لو انت حاسس ان ما عادش فيه بياض للعين او سكليرا في العين دي، برضو ده سودو ترابيزموس. طيب الصورة دي بتعبر عن ايه؟ هي ماسكة في ايديها الكفر تيست، فنقول ان ده كفر تيست. هنا نيجي نبص برضو على الطفل ده، هنا النور هنا في العين الشمال سنترلايز، نيجي نشوف هنا نلاقيه قريب شوية من البوردر بتاع البيوبل، يعني في سنة ايزوتروبيا شوية في العين اليمين تمام. لما هنا غطينا العين دي اللايت ريفلكس بقى يعني مور اور ليس سنترلايزد شويه، اتحرك شويه تمام. طيب لما جينا رفعنا الكفر رجعت العين دي ايه دخلت لجوه تاني، بقت ايه ايزوتروبيا، يبقى دي رايت ايزوتروبيا اندر كفر تيست تمام. طيب الصوره دي فيها ايه؟ هنا لايت فليكس سنترلايزد، هنا لايت فليكس على البوردر بتاع البيوبل تحت، معنى كده ان العين دي شفت لفوق شويه، فنقول ان هي رايت اي هايبر تروبيا. نشوف برضو الصورة دي، تلاقي هنا العينتين يعتبروا داخلين لجوه، لايت فليكس هنا نازل تقريبا على البوردة بتاع البيوبل، هنا نازل في نص الايرس، نفس القصة برضو. يبقى ده ايه بنقول عليه كونجينيتال ايزوتروبيا، بنعرفه ازاي؟ ان هو بيكون في اول 6 شهور من العمر بيكون في لارج انجل استرابيزموس لا داخلة على يعني بتوصل في بعض الاحيان ل 45 هنا عند البوردر بتاع البيوبل شويه، او في نص الايرس انا اعتبرها مثلا 25 او 30، بس هنا هنقول ان هو كونجينيتال ايزوتروب. طيب شوف هنا الصوره دي اللايت ريفلكس على العين اليمين سنترلايزد، هنا اللايت ريفلكس على البوردر بتاع البيوبل ناحيه بره شويه، فده عنده ليفت ايزوتروبيا. لما نشوفه مع الصوره الثانيه لما لبس النظاره، هنا اللايت ريفلكس سنترلايزد، وهنا بقى يعني مور اور ليس ستابلايزد برضه، فده بنسميه ايه؟ بنسميه اكومولاتيف ايزوتروبيا. مش مهم قوي ان انت تذكر له بقى بارشيال او توتال، بس تفهمه ان انت عارف ان في نوع من انواع الايزوتروبيا اللي هو اسمه اكومولاتيف، اللي هو لما العيان بيلبس النضاره الحول بيتصلح شويه، يبقى ده اكومولاتيف ايزوتروبيا. الصوره اللي بعد كده هنا برضه اللايت فليكس سنترلايزد في نص البيوبل، هنا تلاقيه شفتت شويه ناحيه بره، فده في ليفت ايزوتروبيا. لما لبس النظاره هنا اللايت فليكس سنترلايز هنا سنترلايز، فبرضه هنقول ان هو اكوموديتيف ايزوتروبيا. الحاجات الكتير اللي بتيجي في الصور قصه، وسهل ان هو صوره من غير نظاره وصوره بنظاره ملهاش حاجه تانية غير ان هو اكوموديتيف تمام. طيب نيجي نشوف الطفله دي برضه نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها، اللايت فليكس هنا سنترلايز، هنا بقى اللايت فليكس فين؟ عند الليمبس يعني خلاص تقريبا 45 درجة. هنا برضو نفس الفكرة لما سنترلايزد بالعين التانية
بقى اللايت فليكس هنا عند الليمبس، عايز تقول ان هو كونجنت ايزوتروبيا او ترنيتنج ايزوتروبيا يبقى افضل. الترنيتنج بحيث ان هو لما بياخد فيكسيشن بعين العين الثانيه بيتحول يبدأ الترنيتنج ايزوتروبيا. طيب نيجي نشوف الطفل ده، يقول لك في البرايمري بوزيشن هنا اللايت فليكس سنترلايز، هنا في سن بايزوتروبيا يعني عنده فرايد ايزوتروبيا. بيقول لك لما يجي يبص ناحيه، خلينا نبدأ بالليفت الأول، لما يجي يبص ناحية الليفت خلاص هنا العين دي عملت أبدكشن كويس، هنا العين دي عملت أبدكشن كويس، مفيش مشكلة في الليفت جيز. طيب نبص على الرايت جيز كده، العين دي عملت أبدكشن، العين دي مش قادرة تعمل أبدكشن، مين بقى المسؤول عن الأبدكشن في الرايت أي؟ هي الرايت لاترال ريكتس فيها باراليسيس، يبقى ده رايت 6 نيرف بولس. تاني في البرايمري بوزيشن في ايزوتروبيا في العين اليمين، ف لا اما هو كوميتنت لا اما نون كوميتنت. يعني مش هنخش بقى قصه الشرح دلوقتي، بس هو القصه كلها ان هو لما بص ناحيه الشمال انه اتحركت عينين الاثنين اتحركوا ناحيه الشمال، لما جاي يبص ناحيه اليمين عندي ما قدرتش تبص ناحيه بره، معناه كده ان الماسل دي بارالايز، يبقى هو عنده رايت 6 نيرف بولس. تمام، من الحاجات برضه المهمه اللي بتيجي كتير في اسئله العام. نيجي برضو نبص على الطفل دوت، هنا في ال هنا ده البرايمري بوزيشن اهو، طبعا هو هيحدد لك يعني انهي صوره البرايمري وانهي رايت وانهي ليفت. هنا البرايمري بوزيشن، هنا اللايت فليكس في نص العين، هنا في سن ايزوتروبيا شويه في الليفت اي، يبقى عنده ليفت ايزوتروبيا. هنا لما جاي يبص ناحيه اليمين العين دي اتحركت، والعين اتحركت تمام ما عندناش مشكله. بيبص ناحيه الشمال العين دي عملت ابدكشن، العين دي مش قادره تعمل ابدكشن، يبقى عندي طبعا مش هيجي لك السهم كده يعني. العين دي مش قادره تعمل ابدكشن، فعندنا هنا ليفت 6 نيرف بولس. طيب برضه شويه ام اس كيو كده على السريع من الحاجات اللي ممكن تجي لكم سواء في مع الامتحان التحرير يعني. يقول لك مثلا كاركتر 6 نيرف بولس انكلود، مهم قوي برضه في الام اس كيو ان انت تمسك واحده واحده تحلل، تمشي مع جمله ولا تمشيش، تمشي مع جمله ولا تمشيش، لحد ما توصل للاكثر دقه او الاكثر صوابا في الاختيارات. فهنا 6 نيرف بولسي مع ليميتد ابدكشن صح، طيب مع ايزوتروبيا صح، ادبلوبيا صح، يبقى فوق ايه؟ فول اوف ذا هارت. طيب ثيرد نيرف انرفيت فول ذا فولوينج اكسبت، خد بالك برضه من حته اكسبت وحته اونلي او حاجات النفي وصايف، ما عادش في الجايد لاينز بتاع الام اس كيو ان احنا نقدر نكتب الحاجات دي، بس وارد ان هي يتقال لك كده. طيب سيرد نيرف يغذي ميديال ريكتس صح، يغذي الانفيريور اوبليك تمام، يغذي البيتو بالبيدرس ماسل تمام، لما يغذي السوبيريور اوبليك لا، السوبيريور اوبليك غذى بتروكلير نيرف. طيب ديبلوبيا ديو تو رايت 6 نيرف بولس، عنده رايت 6 نيرف بولس يبقى عنده مشكله فين؟ في الرايت لاترال ريكتس، عنده مشكلة إن هو ما بيقدرش يبص ناحية إيه؟ اليمين، العين اليمين ما بتقدرش تطلع ناحية بره. طيب الدبلوبيا دي هتزيد لما يبص فين؟ إحنا عارفين إن الدبلوبيا بتزيد في الاتجاه اللي فيه البارالايزد ماسل أو الأكشن بتاع البارالايزد ماسل، فالبارالايزد ماسل هي الرايت لاترال ريكتس، بتبص ناحية اليمين فالدبلوبيا هتزيد لما يبص ناحية إيه؟ ناحية اليمين، يبقى الدبلوبيا بتزيد تو ذا رايت. واضحة القصة دي؟ طيب the commonest cause squint in the first year of life is essential infantile isotropia. اه طبعا ده أشهر نوع من أنواع الاسترابيزموس أصلا عامة، وخصوصا في ال first year of life. طيب ال accommodative؟ لا، ممكن بيظهر بعد 6 شهور، 6 شهور لسنتين. طيب 6 نيرف بولس فيري 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 رير ان يحصل كونجينيتال 6 نيرف بولس، يبقى الاجابه ايه؟ اسينشال انفانتايل ايزوتروبي. دي كانت مراجعه سريعه على شابتر الاسترابيزموس عامه. صعب قوي ان يخرج من الصور اللي احنا جبناها دي ام اس كيو بنسبه كبيره، ممكن يجيب حاجه منها او حاجه شبهها، ان اسئله ام اس كيو تقريبا كلها واحده. كل اللي مطلوب منكم بس شوية تركيز وإن إحنا نذاكر كويس. شكرا جزيلا لحضرتك.